أركان الجيش الوطني الشعبي في هذا النوع من الأسلحة في هذا الأداة القتالية المتطورة. هذا الوحدة الفرعية المدافع باستخدام الحوامة الإسناد الجوي لقواتنا. وبميدان الرمي للقطاع العملياتي تابع السيد الفريق أول عنكثب مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية كبيرة في جميع المراحل وبأداء تكتيكي وعملياتي عالي المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على المستوى أو مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تخطيط وإدارة وتنسيق مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة. عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مكاسب تتحقق وطموحات تتجسد على أرض الواقع في ملمح